أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية قرارا بإلزام الفنانة شيرين عبد الوهاب بدفع مبلغ 5 مليون جنيه لصالح شركة روتانا كتعويض مادي لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في 2019، وإلزام المدعى عليهم جميعا بدفع مبلغ 5 مليون جنيه. وتعود تفاصيل الأزمة إلى رفع شركة روتانا دعوى ضد شيرين في المحكمة الاقتصادية تطالب من خلالها بإلزامها بسداد تعويض 10 مليون جنيه بسبب عدم التزام الفنانة ببنود التعاقد، والتي نصت على أن يتم تقديم عدد 2 ألبوم يضم كل منهما عدد 10 أغنيات وتصوير عدد 2 فيديو كليب، بالإضافة إلى إحياء 3 حفلات غنائية. وذكر محامي الفنانة أنه يوجد بند في العقد الموقع بين شيرين والشركة أنه يحق لأي من الطرفين فسخ التعاقد في أي وقت دون وجود أدنى مسؤولية، مشيرا إلى أنهم استغلوا صوتها بكافة الطرق المسموعة وهي لم تترك حقها. وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة لزميلها الفنان حمادة هلال، وذلك بعد قيامه بتقديم الدعم والمساندة لها عقب عودتها مرة أخرى لزوجها الفنان حسام حبيب، إذ كان حمادة هلال أحد أكبر الداعمين لشيرين وحبيب. وعبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بانستجرام كتبت شيرين: شكرا يا ابن الأصول، يا أخ يا غالي، وسلام ليك مني أنا وحسام. وكشفت الفنانة شيرين كواليس عودتها للفنان حسام حبيب، حيث أكدت أنه حب عمرها ولا تستطيع الاستغناء عنه بسهولة، وأضافت: أنا حبي من الأول لحسام كان على المشاع ولسه بحبه ومعرفش أسيب بسهولة، وهو حب حياتي وبوعد الناس إني في أمان، هنروح أنا وهو ننزل ناكل في أحسن أماكن في الدنيا وسط الناس، أنا مستاهلش غير إني أعيش في النور، وسامحوني إن أمور بيتي مش هقولها تاني. حسام هو اللي أقنعني بالرجوع، كنا مستنيين نعمل ده. السبت قال لي: لأ احنا هنتجوز دلوقتي. قلت له: يلا يا سي حسام. وعلقت الاعلامية رضوى الشربيني على اعلان شيرين عودتها لزوجها وقالت: حسام ما غلطش بكلمة في حق شيرين، وبعدين احنا مالنا ترجع لحسام او ما ترجعش، احنا ايه مشكلتنا ان حسام طلق شيرين او انه رجع ليها، عمالين نعك في الموضوع، فين المشكلة؟ المشكلة ان احنا سوقنا سمعة الست، كل الوطن العربي بيتكلم عن شيرين وحسام. اقفلي يا شيرين على مشاكل بيتك، انت مش انسان عادي، انت شخصية مشهورة تهمي كل جمهورك وقدوة للآخرين، بطلب منك بشكل شخصي أرجوكي خدي بالك من تصرفاتك وكلامك. من ناحية أخرى، هناك أزمة جديدة تتعرض لها شيرين، وذلك بعد أن قامت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بدعوى ضد الفنانة شيرين أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لمطالبتها بالتعويض المادي عن إخلالها بالتعاقد الذي تم عام 2019، وطالبت الفنانة بمبلغ 10 ملايين جنيه. وقال مصدر: للأسف الأزمة التي تعرضت لها الفنانة شيرين عبد الوهاب كان لها تأثير سلبي على واحد من أبرز بنود الاتفاقيات التي تم التوافق عليها بالفعل، وهو الخاص بمشاركة الفنانة في حفل يقام في الرياض خلال شهر نوفمبر الحالي، وفي ظل الظروف الحالية أصبحت مشاركتها محل شكوك. ربنا يكون في عونها وتفوق من كل الأزمات اللي عمالة تتعرض ليها حاليا. شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل حول عودة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى الفنان حسام حبيب، وقال البعض أن الزواج باطل لأنه تم دون شهود، معتمدين على الصور التي جرى نشرها للحظة عقد القران. ورد مأذون عقد قران شيرين وحسام حبيب على ما يثار بعدم وجود شهود، وكذلك ما يقال أنه كان لابد من وجود محلل قبل عودتهما من جديد. وأكد المأذون الشرعي سعيد الشافعي أن العقد صحيح وكان يوجد شهود أثناء عقد القران، نافيا ما يثار ببطلان الزواج، وأن من يقول هذا الكلام يعتمد على ما ظهر في الصور المتداولة
فقط، وأوضح أن الشهود كانوا متواجدين لكن لم يظهروا في الكادر أثناء تصوير شيرين وحسام حبيب خلال التوقيع على الأوراق المتعلقة بعقد القران. وحول ما يقال عن أن الزواج باطل لعدم وجود محلل، قال الشافعي أن هذا الكلام غير صحيح، ولا يوجد مخالفة للشرع في عودة حسام إلى شيرين، وما حدث هو طلقة أولى، مؤكدا أن الطلاق لم يكن بائنا. وأعلنت شيرين الجمعة كتب كتابها على الفنان حسام حبيب لتعود له مجددا، مطالبة الجمهور بالدعاء لها. ومن ناحية أخرى اعتذرت شيرين لحسام حبيب بسبب التصريحات المسيئة له، مضيفة: بطمن الجمهور إني أنا في عصمة رجل بيصوني ويحبني من البداية، مشيرة إلى أنهما كانا متعرضين لسحر ولكن تم فكه. شهدت الساعات الأخيرة قبل خروج الفنانة شيرين عبد الوهاب من المستشفى الخاص بعلاجها إجراء عدة تحاليل للتأكد من تحسن حالتها. وأوضح مصدر طبي اطلع على نتائج التحليلات التي قامت بإجرائها شيرين عبد الوهاب أن نتيجة التحاليل سلبية للمواد المخدرة، ومنها الحشيش والترامادول والأفيون ومنبه الأمفيتامينات والكوكايين والمواد المهدئة. وحصل مصراوي على نسخة من تقرير المعمل التحليلي الذي أجري لها في الأول من نوفمبر الحالي، لكنه يتحفظ على نشرها لأسباب مهنية. وأوضح المصدر أن تحاليل إنزيمات الكبد ونسبة السكر وحالة البنكرياس كانت جيدة للغاية. ده بقى يسكت كل اللي قال إن هي كانت بتتعاطى مخدرات، وطبعا مش معقول المستشفى هتطلعها بعد 20 يوم فقط وهي بتتعاطى مخدرات. أكيد ما كانتش مخدرات، وكانت فعلا حالتها النفسية هي اللي سيئة، وعشان كده المستشفى خرجتها بعد هذه المدة القصيرة، لأن من مصلحة المستشفى أصلا إن هي تقعد فيها لأنها هتدفع أكتر. وكان المحامي قال إن الشهر بحوالي 150,000 جنيه هناك في المستشفى. ربنا يكمل شفاها على خير، وهنشوف أسرار تانية حصلت مؤخرا عنها. في مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب الجمعة 11/11/2022 في برنامجه الحكاية وإعلان عودتها لزوجها وكتب كتابها مجددا، أكدت النجمة المصرية أنها كويسة، وقالت: ما زلت أخضع لعلاجي النفسي الذي أخضع له منذ إنجابي لابنتي مريم وهنا. كانت أيامي في المستشفى صعبة لأني اتخذت على إخوانا. وأوضحت أنها لما صحيت تاني يوم في المستشفى قالت لنفسها: أنا قاعدة في مكان أمين جدا، كل اللي فيه بيحبوني وخايفين عليا، آكل أحسن أكل وأنام أحسن نومة، طب ليه ما استفدش بالفرصة ديت وأفضل في المستشفى والناس عملوا لي فحوصات طبية كاملة وادوني فيتامينات وكانوا مدلعيني وبقيت أحسن. وساعتها قال لها عمرو أديب: هو العريس جنبك؟ فقالت له: آه موجود. فأخد مكالمة برضو مع حسام حبيب، وفي أول تعليق لحسام حبيب على إعلان عودته لزوجته أكد إن المشكلة من البداية كانت على أمر بسيط وما يستحقش كل اللي حصل، وأعرب وهو يضحك عن سعادته بعودته لزوجته قائلا: هي اللي أقنعتني بالجواز. فقطعه عمرو أديب وقال له: كده شيرين هتزعل وهتبص لك بصتها بحاجب ونص كده. فهو يرد عليه ويقول له: هتأكلني علقة دلوقتي. فقال له: لا، خليك جامد، خليك راجل. وأضاف حسام حبيب: مشاكلنا كانت هبلة وعبيطة، وتدخل الناس هو اللي ضخم الموضوع، ومشاكلنا مثل أي بيت. وتحدثت أنا وشيرين قبل الرجوع إننا لابد أن نركز في حياتنا وأن نصلح من أنفسنا، وكل شخص منا يشرف الآخر.